التي سطرته التنسيقية الوطنية لأساتذة المتدربين والذي يضم أسبوعين من النضال. ابتديناها البارحة بوقفة في مركز الدار البيضاء، ويأتي هذه الخطوة النضالية التي هي عبارة عن اعتصام في وسط مدينة الدار البيضاء للتعبير عن حقوقنا المشروعة. فإذا بنا نفاجأ بقمع رهيب وبتهديد بالتدخل العنيف إذا فعلنا الاعتصام. نحن كأساتذة متدربون مصرون على تفعيل هذا الشكل النضالي إلى آخر رمق. عشيش النضال، عشيش النضال، عشيش النضال.